السلام عليكم، ازيكم جميعا؟ يا رب تكونوا بخير. هرمون الذكوره مهم جدا جدا بالنسبه للرجال، لدرجه ان هو بيسمى بوقود الرجال، وده لان هرمون الذكوره له دور مهم جدا في بناء الكتله العضليه والعظميه عند الرجال، له دور مهم جدا في الرغبه الجنسيه، له دور مهم جدا في الاداء الجنسي، له دور مهم جدا في انتاج الحيوانات المنويه، له دور مهم ايضا في انتاج خلايا الدم. عشان كده أي نقص في هرمون الذكورة بيأثر على كل ما ذكرته دلوقتي حالا. عشان كده النهاردة هنتعرف ببساطة واختصار على 7 أطعمة اتعمل عليها دراسات مثبتة بتقلل فعلا هرمون الذكورة. أهلا وسهلا بيكم، معاكم دكتورة سامية سليم، استشاري طب الأطفال والغدد والسمنة، زميل بكلية الطب بجامعة عين شمس، واستشاري تغذية علاجية. يا ترى إيه هي 7 أطعمة دي، وإيه الدراسات اللي تمت عليها، ويا ترى هل في عوامل تانية أخرى بتؤدي إلى نقص هرمون الذكورة عند الرجال؟ أول نوع من الأطعمة دي واتعمل عليه دراسات كتيرة قوي، وهو العرق سوس. العرق سوس اتعمل عليه دراسات كتيرة بالنسبة للرجال، الدراسات أثبتت أن هو بيقلل نسبة هرمون الذكورة للرجال، لدرجة اتعمل دراسات على مجموعة من الرجال تناولوا العرق سوس يوميا بمعدل 7 جرام لمدة أسبوع بس، 7 جرام لمدة أسبوع بس، وجدوا أن هرمون الذكورة قل بنسبة 26%. ده يبين قد إيه العرق سوس بيقلل هرمون الذكورة. وطبعا كما ذكرت في الفيديوهات السابقة، العرق سوس من المشروبات اللي بترفع الضغط، فيفضل أن يتجنبها مريض الضغط، ويفضل قلل منها على قد ما نقدر، لأن هي بتقلل فعلا هرمون الذكورة بصورة ملحوظة. تاني نوع من الأطعمة وتعمل عليه دراسات كتيرة، وهو النعناع. النعناع سواء النعناع نفسه كما هو، تناوله كما هو، او مشروب النعناع او زيت النعناع، دراسات اثبتت فعلا ان هو بيقلل هرمون الذكورة بصورة ملحوظة. تم عمل دراسة على 42 سيدة تناولوا مشروب النعناع يوميا لمدة شهر، وجدوا ان هرمون الذكورة بيقل بصورة ملحوظة. السيدات دول عندهم تكيس مبايض، عشان كده عملوا عليهم الابحاث. السيدات اللي عندهم تكيس مبايض عندهم ارتفاع طفيف في هرمون الذكورة، فحبوا يشوفوا هل هرمون الذكورة عند السيدات دول هيقل لما يتناولوا النعناع. الدراسات اثبتت ان هو فعلا بيقل بصورة ملحوظة. وتم عمل دراسات اخرى على الفئران وعلى الحيوانات، وفعلا اثبتت ان النعناع بيقلل من نسبة هرمون الذكورة بصورة ملحوظة، سواء زيت النعناع او ورق النعناع او مشروب النعناع. ايضا من الاطعمة اللي اتعمل عليها دراسات واثبتت ان هي بتقلل هرمون الذكورة، بذور الكتان او الفلاكس سيد. الدراسات اثبتت ان هي بتقلل هرمون الذكورة عن طريق وجود مادة اللجنين. مادة اللجنين دي في بذور الكتان هي اللي اول ما بتدخل الدم بتمسك هرمون الذكورة وتخرجه من الجسم، ففعلا طلع مادة اللجنين دي هي اللي موجودة في بذور الكتان هي اللي بتقلل من نسبة هرمون الذكورة. فأي حد عنده مشكلة في هرمون الذكورة أو عنده مشكلة في الإنجاب، يفضل تجنب بذور الكتان. ضمن الأغذية اللي اتعمل عليها دراسات كتيرة وهي تقريبا معروفة ليكوا كلكوا، وهو الصويا ومنتجاته. كل ما يخص الصويا، زيت الصويا، الطوفو، الصويا نفسه، كله بيقلل هرمون الذكورة عند الرجال، وبيرفع هرمون الأنوثة. يعني مش بس بيقلل هرمون الذكورة، بيقلل هرمون الذكورة بيرفع هرمون الأنوثة. الأسوأ من كده إيه؟ إن الصويا كمان معدل وراثيا، فمعدل وراثيا ده هيضر الرجال طبعا وهيضرنا كلنا، بالإضافة إلى إن هو زي ما قلت حالا بيقلل من نسبة هرمون الذكورة وبيرفع هرمون الأنوثة. أيضا من الأغذية اللي اتعمل عليها دراسات كتيرة قوي، الوجبات السريعة والأغذية المحفوظة أو اللحوم المصنعة، هل دي لها تأثير على الرجال وبتقلل هرمون الذكورة؟ فعلا دراسات أثبتت هذا. تم عمل دراسات على مجموعة من الرجال تناولوا الوجبات السريعة وتناولوا اللحوم المصنعة لمدة شهر، بعد شهر من تناولهم هذه الأغذية لقوا أن نسبة هرمون الذكورة قل بنسبة 15%، والحيوانات المنوية قلت بنسبة 37%. ده يبين قد ايه هرمون الذكورة بيتأثر قوي بالوجبات السريعة والأغذية اللي هي مصنعة او اللحوم مصنعة، بيتأثر ايضا بالأغذية اللي بتحتوي على زيوت مهدرجة زي ايه؟ زي المخبوزات البيضاء. من ضمن الأغذية ايضا اللي بتقلل هرمون الذكورة المخبوزات البيضاء، نظرا لاحتوائها على زيوت مهدرجة او سمن نباتي مهدرج. الدراسات اثبتت ان الزيوت المهدرجه او السمن النباتي المهدرج
كلهم بيقللوا هرمون الذكورة عند الرجال بصورة ملحوظة. أيضا شرب الكحوليات بانتظام بتقلل هرمون الذكورة بصورة ملحوظة. بالإضافة طبعا لازم نعرف أن مش بس الوجبات السريعة والمقليات غذية اللي هي بتحتوي على نسبة عالية من الدهون المهدرجة هي بتضر بس وبتقلل هرمون الذكورة، كما هو معروف لنا كلنا الأغذية دي كمان بتضر الجسم كله، سبب من أسباب أمراض القلب والأوعية الدموية، سبب من أسباب ارتفاع الضغط، سبب من أسباب ارتفاع نسبة الدهون في الدم، سبب من أسباب الكبد الدهني. فهي يفضل أن احنا نتجنبها على المطلق، الجميع كل الناس تتجنبها، رجال نساء أطفال، لأن فعلا بتضر الجسم كله. لكن بالنسبة لنقطة هرمون الذكورة النهاردة، فعلا بتقلل هرمون الذكورة بنسبة 15% بعد شهر من تناولها، وبتقلل الحيوانات المنوية بنسبة 37% بعد شهر من تناولها. في عوامل تانية أخرى بتقلل هرمون الذكورة؟ نعم. زي إيه؟ زي السن. يعني أنا تناولت النقطة دي فيديو سابق، الدراسات أثبتت أن الرجال بعد سن 45 هرمون الذكورة عندهم بيقل بمعدل 40%. فلما يكون هرمون الذكورة بيقل كده كده كتغير فسيولوجي في الجسم بعد 45 بنسبة 40%، يبقى لازم الرجال يخلي بالهم ويتجنبوا هذه الأغذية، لأن طبعا أكيد الأغذية دي هتقلل لهم نسبة هرمون الذكورة بمعدل أكتر. أيضا التدخين من الحاجات اللي بتقلل هرمون الذكورة، لأنها بتعمل تصلب في الأوعية الدموية وبتقلل الدم اللي واصل، حاجة اسمها لايدنج سيل اللي مسؤولة عن إنتاج هرمون الذكورة. ايضا مهم جدا تجنب الاسترس والضغوط العصبيه، لان الاسترس والضغوط العصبيه فعلا بتقلل من تكوين هرمون الذكوره وانتاج هرمون الذكوره. عدم ممارسه الرياضه ايضا بيؤدي الى تقليل هرمون الذكوره. ايضا السمنه ومرض السكر، حتى يعني لدرجه ايه، يعني السمنه ومرض السكر من الحاجات فعلا بتقلل هرمون الذكوره. وكل متلازمه الايض، السمنه، السكر، الدهون في الدم، الكبد الدهني، كلها بتقلل هرمون الذكوره. لدرجه ارتبط في الدراسات ان نقص هرمون الذكوره مرتبط بالامراض دي، مرتبط بمرض السكر، مرتبط بمرض الدهون في الدم، مرتبط بمرض الكبد الدهني، مرتبط بامراض القلب والاوعيه الدمويه. فيفضل طبعا ان احنا نتجنب الاغذيه اللي هتوصلنا من اساسه لهذه المشاكل الصحيه، عشان نحافظ على هرمون الذكوره في المعدل الطبيعي. لان كما ذكرت حالا هرمون الذكوره ده حاجه مهمه جدا بالنسبه للرجال، وتسمى وقود الرجال، لان هو مسؤول عن تكوين الكتلة العضلية والعظمية للرجال، ومسؤول عن الرغبة الجنسية والأداء الجنسي، مسؤول أيضا عن إنتاج الحيوانات المنوية، مسؤول أيضا عن إنتاج خلايا الدم. مع تمنياتي بالصحة والعافية للجميع، والسلام عليكم.